السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا المشاهدين الكرام أينما كنتم. أزول لو أنيت ما تسمع، تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض الفواكه الغابوية، وهي فواكه جافة وفواكه خريفية كذلك، وهي لا تزرع ولا تسقى، فهي فواكه غابوية، فهي تجمع فقط لأنها لا زالت تنبت طبيعيا وليست مغيرة وراثيا، وحتى التلوث فهي يعني لا يصيبها تلوث. ومن هذه الفواكه الجافة الخريفية الغابوية تكلمنا عن ثمار الدوم، في المغرب يعرف بالاسم الأمازيغي أغاز، هذا غاز دوم أو أغاز، وهو هذه ثمار الدوم. وتكلمنا عن ثمار السدر كذلك، العناب، في المغرب نسميه النبق، هذا النبق، يعني هذه ثمار السدر هي معروفة. وتكلمنا كذلك عن الخروب، والخروب الآن يزرع، شجرة الخروب الآن في المغرب يعني تغرس، وكثير من الناس غرسوا هذه الشجرة وهو موجود بكثرة في المغرب. وكذلك تكلمنا عن البلوط، وهو فاكهة غابوية كذلك وخريفية بامتياز، الخروب وشجر الفلين وكذلك شجرة أخرى، وعلى نوعين في المغرب، وحتى النوع الصغير هذا جيد لأن تقريبا نفس التركيب هذا البلوط. وهذه الفواكه يعني لا يهتم بها الناس، وهي فواكه خريفية وفواكه تتعرض للشمس أثناء فصل الصيف وتجمع طاقة كبيرة، وجميع الأشجار وجميع النباتات التي تتعرض لحرارة الشمس فهي تعطي أقوى ما عندها. وتكلمنا عن الكبار أو القبار كذلك، فهو صيفي وليس خريفي، وهو كذلك مهم جدا. وحتى القبار كان من قبل لا يزرع، لكن الآن أصبح يزرع، ويعني لدينا منطقتين كبيرتين في المغرب يعني لإنتاج هذا القبار أو الكبار، يعني منطقة عبدة وكذلك منطقة تيساق، منطقة تاونات. فهذه الفواكه الجافة الخريفية الغابوية التي لا يهتم بها الناس هي مهمة جدا، لكن الناس يذهبون إلى الفواكه الطرية الجميلة الحلوة، الموز والإجاص والعنب والبطيخ، ويعني هذا التفاح والفراولة، يذهبون إلى هذه الفواكه لأنها ديما موجودة في السوق وهي تباع، لأن الناس يعرفونها ولأن يعني تعارفوا عليها. الناس هذه الفواكه يعرفوها منذ قديم الزمن، لكن الإنسان عاش على هذه الفواكه الجافة، الإنسان عاش على البلوط لما كان يجمع القوت فقط. هذه الفواكه التي تكلمت عنها هي تجمع فقط، يعني هذا النبق، هذا العناب النبق، وكذلك أغاز، هذا ثمار الدوم، وكذلك حتى الخروب، وكذلك حتى الخروب من قبل كان يجمع فقط، وكذلك البلوط، هذا البلوط، ويعني لدينا مساحة شاسعة، هذه غابة معمورة، وكذلك منطقة حنيفرة، يعني جبال الأطلس كذلك فيه نوع من البلوط وهو كذلك جيد. ثم يعني لا زلت لم أتكلم عن الطلح، يعني هذا صمغ الطلح وكذلك سنتكلم عنه، وهذا شيء آخر. هذه الفواكه التي تكلمت عنها أردت فقط أن أذكر الناس، ويعني أنا سأتكلم عنها كلها في هذه الحلقة. النبق، هذا النبق، ناس يتناولونه فقط للترفيه أو يكونوا مارين إذا وجدوه يشتروه، هو مهم جدا، وممكن يطحن بالنواة على شكل دقيق، وهو حلو جيد ولا يضر أصحاب السكري ولو أنه حلو. وهذا النبق هو يجب أن يكون ضمن جميع الخلطات، جميع الوصفات العلاجية كيفما كانت يجب أن يكون معها العناب، النبق، هذا النبق. ثمار السدر تطحن، هي ليست مغذية، هي فيها نواة وقشرة، وهنا حكمة الله. الناس يحتقرونها لأن فيها نواة وقشرة، لكن فيها سر كبير، لأنها تكبح تكون حصوات الكلية، ليست تزيل حصوات الكلية، تكبح تكون حصوات الكلية، بمعنى الأشخاص الذين أذابوا حصوات الكلية بالليزر، الناس اللي عملوا عملية طبية، عملية جراحية، وأزالوا حصوات الكلية، فربما هذه الحصوات تعود. لماذا؟ لأن الميكانيزم الذي تتكون به الحصوات لا زال موجود،
نظام الأوكساليت، ولو أنهم أزالوا الحصوات لكن هناك أنزيم ينقص، واحد الأنزيم هو الذي ليس ينقص، هو الأنزيم يكون بكثرة، والأنزيم هذا هو الذي يتسبب وهو الذي يسرع وكذلك يحفز تكون حصوات كلية. هذا الأنزيم النبق يكبحه، نبق هذا العناب، فالذين أجروا عمليات وأزالوا الحصوات الكلية يجب أن يتناولوا النبق بكمية بسيطة فقط، تقريبا نصف ملعقة كبيرة، ملعقة نصف ملعقة كبيرة في اليوم كافي، يشربها مع ماء أو يضيفها لأي وصفة لديه، أو مع عصير أو مع شاي أو أي شيء، لأن هذا يكبح هذا الأنزيم الذي يتسبب في تكون حصوات الكلية. هناك تجارب أجريت على هذا على النبق. ثم كذلك الخروب تكلمنا عنه، وكذلك أغاز، غاز الدوم أو أغاز، هذه تمار الدوم، فهي جيدة للرجال. لماذا؟ لأنها ترفع مستوى التستوستيرون، وكذلك تحافظ على التستوستيرون لا يتأكسد، فهو يكبح تأكسد التستوستيرون. لاحظوها هذه الأمراض الآن، الأمراض المستعصية الآن هي التي تصلح لها هذه الفوائد. فهذا الغاز، غاز هذا الساو بالميتو، الساو بالميتو هذا تزال، هو في قشرة ونواة، مثل لاحظوها ليس مغذي، في قشرة ونواة، ماذا يأكل فيه الناس؟ لا شيء. وهناك حكمة الله في هذه الفاكهة، هناك حكمة كبيرة وسر كبير في الطبيعة وفي الكون، ولذلك العلم مهم جدا للإنسان. النبق قشرة ونواة، الغاز هذا أغاز دوم أو تمار دوم، هي قشرة ونواة كبيرة صلبة لا تطحن. النبق ممكن يطحن بالنواة لكن أغاز لا، أوهو، تمار الدوم لا تطحن بالنواة، تؤخذ القشرة فقط، تأخذ القشرة وتكون جافة هي، وتطحن، وتستعمل، هي تباع في الصيدليات في أمريكا، تباع في هذه الجرين فارماسي، تباع ساشيات وتباع حتى كبسولات، هذه الساو بالميتو يباع في أوروبا. هذا الساو بالميتو هو يعني يكبح تأكسد التستوستيرون، لأن التستوستيرون إذا تأكسدت يكون مشكل على مستوى البروستات، يكون مشكل تساقط شعر صلع عند الرجال، ثم تضعف قوة الرجال، لأن قوة العضلات وقوة الرجال يعني القوة كلها، قوة الجسم كلها هي التستوستيرون. لذلك النساء ما عندهمش تستوستيرون والرجال عندهم تستوستيرون. لماذا؟ لأن خلقهم الله للعمل، للعمل بقوة، للجهد، لزراعة الأرض ولحمل الصخور وللعمل بقوة. لذلك التستوستيرون هي قوة الرجال، لما يكون التستوستيرون ناقص الجسم يكون ضعيف ومرتخي وكسول، هذا التستوستيرون. وكذلك البروستات، هذا تضخم البروستاتا، فهو يكبحه الساو بالميتو. وما يعني كذلك الباءة، هو يزيد في الباءة عند الرجال، هذه مؤكدة يعني علميا، لأن تستوستيرون طبعا. كذلك هذا الخروب، تكلمنا عن الخروب، الخروب الكوليسترول، جهاز الهضم نعم، كرونز، مرض كرونز نعم، بواسير نعم، إمساك نعم، هاي يسوي السكر في الدم نعم، لكن الكوليسترول، هو يخفض الكوليسترول في الدم هذا الخروب، ويكبح الجريلين، عجيب، هذه الفواكه تكبح أنزيمات يعني خطيرة في الجسم، فهو يكبح أنزيم أو هرمون الجريلين، الجريلين هو هرمون ليس أنزيم، هذا الجريلين في المعدة هو هرمون الشره، ناس يأكلون بكثرة لا يعرف يعني هل شبع أم لا، وهو لماذا الذين يتناولون الخروب ينقص وزنهم؟ لأنه يكبح الجريلين، وهذه الجريلين هي التي تخلي الناس يأكلون بكثرة، يحسون بالجوع. هذه ثم تكلمنا كذلك عن البلوط، والبلوط قليل من يعلم أن فيه حمضيات دهنية أكثر من زيت الزيتون، وفيه تمار الزيتون، تمار الزيتون التي نستخرج منها زيت الزيتون أقصى ما يمكن تصل إليه هو 22 24، لكن لما الناس يطحنون تمار الزيتون أو حبوب الزيتون لاستخراج الزيت تكون فيها 18 19 20، المهم أقصى هي 24. البلوط قد يصل إلى 34
زيت، وأحسن من زيت الزيتون، لكن ليس معروف أنه يستعمل لاستخراج زيت. لماذا؟ لأن فيه النشا، هو مغذي، البلوط مغذي، هذه الفواكه الأخرى ليست مغذية، ولذلك عاش الإنسان على البلوط. إدرنان، إدرنان استمازيغت، هذا الناس عاشوا به وكانوا يأكلون البلوط في المجاعات. بوهيوف استمازيغت، كان الناس يأكلون هذا البلوط. البلوط كذلك الكوليسترول، يخفض الكوليسترول، شيء عجيب، شيء عجيب هذه الفواكه. فماذا لو هذه الفواكه تخلط مع بعضها، تخلط على شكل وصفة، لاحظوا على شكل وصفة، فتصبح جيدة لكل هذه الأعراض. يعني الخروب، وهذا غاز دوم أو أغاز، إذا لم يتوفر فممكن اثنين، ممكن ثلاثة، ممكن خمسة، ممكن ستة، وتضيف معهم حتى القبار كذلك. هذه هي الوصفة السرية العجيبة لهذه الأمراض التي الناس الآن، بدأ العالم كله الآن يشكو من الكوليسترول، حتى أن كثير من الناس يعملون رياضة ولا يأكلون دسم وعندهم كوليسترول مرتفع. لماذا؟ لأن مشكل الكوليسترول هو خلل على مستوى الكبد. صحيح أن اللحوم تتسبب، لماذا؟ لأن الكحوم فيها كوليسترول جاهز، لما تستهلك لحم عندك كوليسترول جاهز، طبعا الجسم يمتص كوليسترول، لكن هناك كوليسترول الذي يفرزه الجسم، جسم إنسان يصنع الكوليسترول، هذا هو المشكل. فالكوليسترول الآن هو استقلاب دهون تكون على مستوى الكبد، فيها الفيتامين دي، فيها حمض الأوميغا 3، وفيها يعني هذا الكوليسترول، وفيها كذلك الجونادوستيمولينات. هذا الجونادوستيمولين، هذه كلها يعني تصنع أو تفرز في الكبد، وهي ما نسميه هذا استقلاب الدسم أو الفات ميتابوليزم، يعني ميتابوليزم أو استقلاب المواد الدهنية على مستوى الكبد، وهو ميكانيزم على مستوى الكبد، يعني ارتفاع الكوليسترول يرتفع. يعني والذين يستهلكون السكر بكثرة، سكر أبيض، سكر شاي، وليس سكر فواكه، سكر الفواكه لا نتكلم عنه، هو مغذي وجيد للجسم وضروري للجسم. الفواكه يا عباد الله ضرورية للجسم، الذي يمنع الفواكه على الناس إنسان جاهل، لازم يمشي يقرأ وما فيها بس، لا بأس الإنسان كله يصير تقرأ كما قال، لازم يتعلم، لازم يقرأ، لازم يكمل دراسته. الذي يمنع الفواكه على الناس يعني جاهل بعلم الأغذية والتغذية والميدان كله. فواكه هي أحسن المواد الغذائية، لأنها لا تطبخ، لأنها تمتص مباشرة، ولأن فيها ألياف تمتاز بالبيكتينات، هي فيها الجليكونيك أسيد وليس الجلوكوز، وهي مهمة جدا للجسم، فيها مضادات الأكسدة، وفيها ماغنيسيوم، وفيها كذلك فيتامين سي، وفيها فيتامين أي. الناس يفهموا يعني الأمور كيف هي، ما نتكلم عن علم، نحن نحفظ هذه المسائل التي نحفظها، وليس من نبحث في جوجل أو شيء. فالذين يكثرون من استهلاك السكر أبيض لديهم كوليسترول مرتفع، لأن الجسم لما تكثر الطاقة فالجسم ممكن يستقلب السكر إلى 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 دهون، هذا هو المشكل، إلى 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 كوليسترول. الذين لديهم كوليسترول مرتفع يجب أن يمنعوا السكر الأبيض، سكروز فرنسية ساكاروز، وكذلك اللحوم، جميع أنواع اللحوم، دواجن وحيوانات طبعا. فهذه الفواكه الناس عندهم الآن خروب موجود، خروب موجود في السوق، النبق موجود غير موجود، ربما تجدونه، ولكن المناطق اللي فيها هذا النبق تستفيد منه، تستفيد منه لمن؟ الذين يجدونه في بعض المناطق يباع في السوق يشتروه. جيد، اشتري كيلو نبق، كيلو أو اثنين كيلو تكفيك للسنة كلها، أنا ولا يستهلك بكثرة، وهو جميل جدا ومنكي يعني، ومذاقه عجيب عجيب عجيب، نبق مذاقه عجيب، قليل من يعلم هذا. ليس إلى حد الآن هناك حلوى ولا منتج مصنع ولا صناعة من صناعة الإنسان لديه مذاق النبق. مذاق النبق يعني يفوق جميع الفواكه وجميع المأكولات، حتى نكهة الشوكولاتة ولا النبق عنده نكهة جميلة جيدة وعنده مذاق جيد هذا النبق. فكان من قبل الناس عندهم دقيق البلوط، لازال أظن في المغرب وفي الجزائر الناس عندهم الآن دقيق البلوط،
لكن قليل. الناس الذين يسكنون بالقرب من الغابات اللي فيها البلوط، لكن من قبل كان هذا دقيق البلوط يباع، كان موجود بكثرة عند الناس، والناس عاشوا بالبلوط. الآن دقيق البلوط لا يوجد، لا يستهلك بكثرة. الإنسان يكون عنده كيلو أو 2 كيلو في منزله جيد، يعني مهم 5 أشهر 6 أشهر جيد، ثم من بعد ستظهر فاكهة أخرى. الله سبحانه وتعالى نوع في الكون. يعني هذه الفواكه أن يهتم بها الناس، وإذا كانت متوفرة والناس طحنوها وخلطوها، عليه البلوط لازم يجفف، البلوط كذلك يجفف، تحيد تزيل هذه القشرة، تزيل القشرة وتفتحه بالسكين، أو يعني هذا يكون مهروش، هذا يعني بأي شيء ليس بالطحانة، لكن على الأقل يكون قطع صغيرة ويجفف تحت الشمس ولا في مكان دافئ، يجفف يعني بسهولة. لكن البلوط يستهلك مباشرة، مش مشكل، ما عندنا مشكل مع البلوط، لكن إذا جف يكون أحسن، يجفف يكون أحسن. فهذه المكونات هي مهمة جدا. ولاحظوا يعني الأمراض الآن التي يشكو منها الناس، هذا الكوليسترول، هذه الفواكه لما تطحن وتخلط، يتناول منها الشخص ملعقة كبيرة أو ملعقتين كبيرتين في اليوم لمدة نصف شهر، ثم يعني يتخلص من الكوليسترول. ليس الكوليسترول ينخفض فقط، ولكن كذلك الميكانيزم الذي يتكون به الكوليسترول يكمل. هذا هو المهم. هذا يعني ليس نعالج حصوات الكلية، حصوات الكلية لا تعالج، هي تزال بالجراحة الآن، ليزر، يعني عملية سهلة بسيطة الآن إزالة هذه حصوات الكلية، لكن تعود حصوات الكلية تعود. هذا هو الذي أريد أن أبينه، فيجب أن لا تعود. لكي لا تعود يجب أن يتناول الناس هذه الأشياء. حصوات المرارة، كثير من الناس الآن تكونت لديهم أزالوا المرارة، أزالوا المرارة ما عندهمش، ومع ذلك تكونت حصوات في قناة كوليدوك، ما تبقى من هذه القناة تتكون فيها حصوات، شيء عجيب وغريب في نفس الوقت. يعني ممكن هذه المكونات تكبح، لماذا؟ لأن إذا انخفض الكوليسترول يتوقف تكون حصوات مرارة. أعيد، إذا توقف يعني ميكانيزم الكوليسترول، إذا انخفض الكوليسترول في الدم إلى مستوى الطبيعي لا يمكن أن تتكون حصوات مرارة. إذا ارتفع الكوليسترول تتكون حصوات مرارة. الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول لمدة سنوات وسنوات لديهم حصوات مرارة، لا يمكن ألا تكون حصوات مرارة. هذا علم ولي. لما؟ لأن حصوات مرارة هي على 3 أنواع، ولكن النوع الذي يوجد ب 98% من الناس هو الكوليسترول، يعني حصوات الكوليسترول. وهذا هو يعني نتمنى يعني فهم الناس هذه المعلومات، لأنها مهمة جدا أن يهتم الناس بهذه الفواكه. الآن الخروب أصبح مسموعا، الحمد لله عليه، لما تكلمنا عن الخروب وأعطينا وصفات من الخروب، الآن الناس بدأوا الآن يعرفون أهمية الخروب، اكتشفوه، جربوه جيد، الناس يقتنعون بالتجربة أكثر من القول، وده كما نريد الناس أن يجربوا هذا الشيء. ثم لازال القبار أو الكبار، لازال الناس يسألون عنه، ما هو، أين يوجد، لم أجده، لماذا؟ يا إخواننا المغرب وعليه، حتى كل حوض بحر الأبيض المتوسط كله، الجزائر وتونس وكل البلدان هذه، حتى لبنان، وحتى كل هذه اليونان، كل هذه البلدان عندهم القبار. سوريا عندهم قبار، أردن عندهم قبار، هذه لبنان عندهم القبار. لا يمكن أن لا يكون، لأن هذه المناطق تنبت فيها القبار، وينبت بسهولة، ونبات جيد وجميل. القبار يجب أن يجفف الناس حبوب القبار وتطحن، تصبح من التوابل، لأن الأوروبيين لا يعرفون القبار إلا مخلل، يكون مخمر، لكن نحن ممكن علينا، هذه ابتكار، هذه طريقة جديدة التي أتكلم عنها، أن يطحن، يجفف ويطحن ويستعمل مع التوابل ويستعمل مع الأعشاب طبعا، لما لا، يستعمل حتى في الخبز. جميع المطبوخات ممكن تضيف لها القبار كبار، لما لا؟ يعني هذه الفواكه التي تكلمت عنها، فالإنسان من قبل كان يعيش في الطبيعة، كان همه هو أن يملأ المعدة فقط، لم يكن يبحث عن العلاجات في الطبيعة من قبل. لماذا؟ لأن كانت مجاعات، وكان يبحث عن ما يأكل، لأن لم تكن أمراض، ليس هناك تلوث، لم تكن أمراض، وكان يقتات على هذه المكونات
غذائية وعلاجية في نفس الوقت. من أين تأتيه الأمران؟ في غياب طب لم يكن متعلم، ولكن لم يكن طب لأن لم تكن أمراض. الآن كين أمراض كين طب، هذا هو المشكلة. يعني هكذا الدنيا ولا تستقيم، هكذا الدنيا ولا تستقيم ولا تؤمن. ورتو يمنت الدنيا ورتو يمنت، يعني لا تؤمن ولا تستقيم الدنيا. يعني ضعوا هذه في أدمغتكم، الدنيا لا تستقيم، لن تكون جنة، من المستحيل أن تكون جنة. ولو يعني كل شيء عندك تمام وسوي وتطلع لك درسة وجعك ولا تنام، أو يطلع لك أي شيء، أو الدنيا لا تستقيم ولا تؤمن. هذه هي القاعدة اللي عندنا احنا، اللي توصلت لها أنا فلسفيا. الدنيا لا تستقيم، لا تنتظرها أنها ستستقيم وأنك ستعيش بسلام ولديك كل شيء وتبقى تضحك، لا يمكن، لا يمكن، وإلا فأنت في الجنة. ثم لا تؤمن، تكون في رغد من العيش ثم تصبح لا شيء، أو تكون بصحة جيدة وتصبح عندك مرض، أو يكون عندك مال وتصبح فقير، أو يكون المهم، لا تؤمن الدنيا، لا تؤمن هكذا. عليهم ذلك الأمازيغ، الشعر الأمازيغي شعر عجيب، هذا حمول يزيد هذه رحم ربي، هذا ونعزور، يعني شعر عجيب، شعر عجيب، شعر عجيب. لما نعود هذا الشعر الأمازيغي، الهازيج الأمازيغية تهز النفس، وهذا ما تكلم عنه ابن رشد لما تكلم عن الموسيقى. ابن رشد يتكلم عن الموسيقى لتهذيب الإنسان. فلاسفة رحمة الله على ابن رشد، الكهنوت يحرم الموسيقى ويمنع الموسيقى، ويريد أن يغلق على الناس في الكهوف يعبدون الله ليل نهار لكي يدخلوا الجنة، ويتركون الأرض التي أمرنا الله بإصلاحها. فعلوا ما شئتم، أنا دائما أدعوكم لتستخدموا العقل، لا تحتاجون فيد ولا تتبعون فيد ولا أي أحد، استخدموا العقل فقط وتمعنوا في الدنيا تصبحون فلاسفة، استفيدوا من الدنيا واستفيدون من الطبيعة واستفيدون من الكون، وليس تنام وتستيقظ وتنام وتستيقظ وتنام وتستيقظ. لا يا أخي، لا، الدواب نعم، الدواب تعيش بالغريزة، تنام تستيقظ تمرغ تأكل تورد، عندك الاثنين كالسبت، لا تعرف الأيام، لا تعرف الشهور، لا تعرف السنوات، لا تعرف أي شيء. لكن الإنسان لا، إنسان ما خلق الله ينام ويستيقظ ويأكل ويشرب ويتمرغ، لا، خلقه الله يعيش بعقله ثم بجسمه. هناك من يعيش بجسمه فقط، استسمح معذرة، الفلسفة تجرني، ماذا أعمل معكم والله. هذه الفواكه الخريفية الجافة هي توجد في جميع البلدان، لكن كل منطقة عندها فواكه في أشكال أو في أنواع. نحن في منطقتنا، هذه المنطقة المتوسطية، حوض بحر الأبيض المتوسط، لدينا هذه الفواكه، الله خلقنا في هذه المنطقة، هذه الفواكه تصلح لأجسامنا. هذه هي الفلسفة، العلم والفلسفة. لماذا لا نستفيد منها؟ البلدان الآسيوية عندها توابل، عندها بهارات، عندها فلفل أسود، فلفل أبيض، عندها زنجبيل، عندها خلجان، عندها قرفة، عندها قرنفل، عندها شاي أخضر، عندها الكبابة، عندها هذه توابل كثيرة في عندها الجنزين، هذه نبتة الحياة، عندها أشياء كثيرة في بلدانها، يجب أن تستفيد منها، لأن الله خلق هذه الأشياء في هذه المنطقة تصلح لهذا الإنسان الذي يعيش في هذا الطقس وفي هذه البيئة. تعلمون أن الطقس حار في آسيا، الطقس لا تقدرون عليه، الضغط والطقس والرطوبة لا تقدرون عليه، لا تقدرون عليه. أنا كان اللي اقترحوا بأن أعيش مدة في ماليزيا كان يعني فحص طبي، هل أقدر على العيش في ماليزيا أولا؟ قليل من يعلم هذا. وهذا نستفيد من هذه الفواكه لأننا خلقت هنا، لكن هل الناس ينتبهون لها؟ ربما يضحكون علي، ربما الخروب أي، يقول لي النبق، هذا النبق، النبق أنا خلاص، النبق
تقول لي البلاط، على مالي انا ناكل البلاط؟ علاش ناكل البلاط؟ ما ناكل، هذا كلام الناس. لكن عنده بروستاتا منفوخة متضخمة، وعنده صلع، وعنده جسمه لا يقدر على الوقوف، وربما عنده سكري النوع الأول أو النوع الثاني، وربما عنده ارتفاع الضغط، وعنده المعدة، وعنده غازات في الأمعاء، ولا ينام، ومع ذلك عنده لسان طويل، وعنده كلام زائد، كلام زائد فقط لا ينفع. فلو هذه، تصوروا لو كنا نناقش مثل هذه المواضيع كيف كنا سنعيش؟ هل نناقش هذه المواضيع؟ نناقش ماذا نأكل؟ نناقش لماذا الأشياء عندنا؟ نناقش كيف نستغل هذا الوسط الذي نعيش فيه؟ نناقش حتى الهواء الذي نستنشقه، نناقش الماء، نناقش الأكل، نناقش الحياة، نناقش جميع الأشياء. لو كنا مواضيعنا نناقش فيها، وندواتنا وحتى المنصات نناقش فيها هذه الموضوع، كيف كنا سنعيش؟ سنعيش تكون عندنا على الأقل ثقافة كبيرة. نحن لا نعلم شيئا عن الكون، وألسنتنا موجهة في منصات التواصل الاجتماعي، السب والشتم، ويعني والناس يعلمون كل شيء. دابا تدخل من أي منصة، فيسبوك ولا الانستغرام ولا تيك توك، ولا تدخل شخص كيبين لك بأنه يعلم كل شيء وهو جاهل، لا يعلم حتى الخبز الذي يبلعه، ومع ذلك يتصرف معك وكأنه يعلم كل شيء. هذا هو مشكلنا، ننتفخ، هذا هو مشكلنا، ننتفخ على الجهل، جهلاء وننتفخ، لا نعلم شيئا عن الوسط الذي خلقنا الله فيه وأمرنا بأن ندرسه، بأن نتمعن فيه ونتدبر فيه، لا نعلم عنه شيئا. بنادم تقول له العنصل، شنو هي العنصل؟ بنادم تقول له الدوم، الآن كم من تعليق الآن تقول لك ما هو الدوم؟ بنادم يعرف الدوم؟ يا عباد الله، ما الدوم؟ ما يعرف من الدوم، وكان كيف تل منه الحبل، الحبال كانت تفتل من الدوم، هذه المكنسة الشطابة كانت تصنع من الدوم، هذا أشواري، أشواري هذه الأشياء التي نحمل فيها المتاع على الحمار، وحتى بردعة الحمار كلها كانت تصنع من الدوم، الفراش كان من الدوم. يعني الناس لا يعرفون الآن دوم، عار، حتى الخروب هناك من لا زال لا يعرف خروب. الكبار يا عباد الله، القبار، المغرب يصدر قبار من أول بلد منتج، ثاني بلد، ليس أول، ثاني بلد منتج في العالم. الناس ما عارفينش الكبار في المغرب، عندنا في الشاوية في السطات ما يعرفوش الكبار. يعني مشكل كبير عندنا في هذه، كيف يعود الناس لهذه المشاكل؟ والله الا مشكل. الغاز، كنا على اغاز، لا زال الناس، ما هو الدوم؟ ما هو اغاز؟ ما هو ثمار الدوم؟ كيف عمله؟ ما عمرني شفتها، اين توجد؟ اين تباع؟ دائما يسالون اين تباع؟ فين علمال؟ فلوس؟ يا عباد الله، انتم في خرجوا الباديه، استنشقوا الهواء وتعلموا من الطبيعه، وشوفوا ماذا خلق الله لتعبدوه صحيح ولتحبونه. انظروا خلق الله وسترون الله، ترونه بأعينكم. ولذلك قلت الله يوجد في كل، الله يوجد في كل مكان وفي كل شيء. ولما قال الحلاج الله أنا وأنا الله، لم يفهمه الجهلوت، الكلخوت، الكهنوت، لم يفهموه وقتلوه، قطعوا أيديه وأرجله وعنقه ورموه، لم يدفنوه الحلاج، لم يفهموا فلسفة الحلاج، لم يفهموه ماذا يقول، فقالوا بأنه يتأله. هو كان يتكلم مع الناس بأن الله موجود في كل مكان، والله موجود في الإنسان، داخل الإنسان، لأنه جوهر يا عباد الله. الناس الآن الله يرسل الرسل، من أين يرسل الرسل؟ يا عباد الله خدموا عقلكم، الله يجزكم الخير. راه الناس، راه الكهنوت، راه قتلكم، راه خلاكم تعيشوا بلا عقول كالدواب. الله إذا كان يبعث الرسل فهو يبعثهم من مكان معين. من أين يبعثهم؟ من السماء السابعة، أو يبعثهم من السماء الثالثة كما يقولون، أو يبعثهم من سدرة المنتهى. السدرة هي آخر نهاية العالم، وليس هذا، وليس السدرة ديال المغرب اللي تكلموا لكم، ولا سدرة المنتهى. فسروا لكم سدرة المنتهى أن هي السدرة ديال المغرب اللي في السماء السابعة، وعند الورق وعند المغرب، وصدقتوهم. سدرة في السماء السابع، ها، سدرة في السماء السابع، قالوا لكم سدرة نابتة في السماء السابعة، ما عرفتش فين نابتة هذه السماء السابعة. الإنسان تخلق في السماء السابعة وهبط الأرض، يعني وقنعوكم، ويعني سبحان الله، يعني وكأنكم فهمتم. ما شاء الله، والله ما شاء الله. يعني هذا الله إذا كان يبعث فهو يبعثهم من مكان، فمن أين تأتي الرسل؟
الله جالس في مكان فوق العرش ويبعث الرسل، هكذا فهموكم ابن تيمية، هكذا فهمكم أن الله في مكان معين جالس ويبعث الرسل. الله جوهر يوجد في كل العالم، يوجد في كل العالم، جوهر جوهر، وأحاط بكل شيء، ولا نحيط بعلمه بشيء، هو أحاط بكل شيء علما. فهموا القرآن، أحاط بكل شيء علما، من البكتيريا، من الإلكترون، إلى الكواكب، يعني مليار سنة ضوئية. ولا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، الشيء اللي علمنا والقدر الذي يكفينا لنعيش في الكون. والله لو بحثتم عن الله لوجدتموه. فهو لا يوجد عند الكعبة، الناس اللي كيمشيو للعمرة غاديين العمرة وفرحانين والعمرة مشى معنا والعمرة والعمرة وثلاث عمرات في العام وبرك تما وبكيت عاد قبل الرسول هذه العمرة، يقل يبحثون عن الله في الكعبة. الله موجود في كل مكان، وترونه، ترونه في كل شيء، هذا هو الله، ترونه في كل شيء. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يكون في مكان معين ولا يكون في مكان آخر. إذا كان موجود في مكان معين فهو لا يوجد في مكان آخر، بمعنى لا يتصف بصفة المخلوقات، لا يتصف بصفة الموجودات، لا يشبه الموجودات، ولا يعني يقارن مع الموجودات، ولا يتماثل مع الموجودات. لكن الكهنوت يعني أغلقوا عليكم الدنيا، ولا زلتم تابعينه، ولا زلتم تصدقونه، ولا زلتم شاكين وخايفين، نخرج عن ديننا، لا زلتم خايفين لتفتنوا، سنكفر سنلحد، الناس كيترعدوا، لما تبعناش الكهنوت غنوليو كفار، لما تبعتوش الكهنوت عاد تدخلوا الجنة، لا تبعتوا الكهنوت غتمشيو الهاوية في الدنيا قبل الآخرة، وتبعوا الكهنوت كيضحك عليكم. الكهنوت لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا، الكهنوت جاهل، الكهنوت لا يعلم حتى الخبز الذي يبلعه. كيف تريدونه منه أن يعلمكم أو أن يرشدكم أو أن يقودكم؟ هناك من يقول علماؤنا الأجلاء علمونا الدين وفهمنا منهم الدين. لو فهمت الخبز، فهمت الخبز من الكهنوت. كهنوت هو نفسه لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا عن الكون، لا يعلم حتى الخبز الذي كسرته. وتقول لنا العلماء علمونا، اش علمك، اش علمك؟ سبحان الله، يعني والله لقد اودع الله فيكم عقل، وهذا العقل هو كل شيء. اما ان تستخدموا هذا العقل فانتم موجودين، اما ان تعدموا هذا العقل ولا تستخدموه فانتم لا توجدون. انت لا توجد اذا اتبعت شيء، أنت لا توجد لأنه أعدم عقلك، وبدأت تستخدم عقل الشيخ وليس عقلك. لا تعدم عقلك، وفهموا الخطاب لتفهموا الدنيا ولتصلوا إلى وجود الله بالسهولة وبالبساطة، ولتحسوا به حقا ليس إيمان شافه. أشهد أن لا إله إلا الله، ما عندنا ما نعملوا الشهادة ديالك، خصك تعرف الله وجدانا، تعرفه يكون معك بداخلك، يكون عندك الله تعرف. تعرفوا راه معاك، راه موجود، كاين موجود له، انه جوهر وليس ماده. اطلت عليكم الحديث ومعذره، لكن نستفيد دائما، وهذه الفواكه خلطتها مع الفلسفه، لماذا؟ لكي تهتموا بها ولكي تفهموا جيدا اهميتها في العلاجات. النبق هذا العنب يدخل في جميع الوصفات، أي وصفة حضرتها وهيئتها أضيف النبق، لأنه يدفع هذه الوصفة للعلاج أكثر، وتضيف مع هذه الأشياء جميع الوصفات، تضاف لها هذه الفواكه جميع الوصفات، والقدر البسيط منها ينفع، ليس بالضرورة يكون عندك قنطار من تمر الدوم. أنا قلت كيلو أو 2 كيلو من تمر الدوم في السنة تكفيك يعني، وتعيش إن شاء الله بسلام. نحاول الناس كذلك يسألوا عن هذه المنتوجات، ومع الأسف الشديد الآن يالله الغابة اللي فيها الدوم، أما الدوم من قبل كان يكسو الأرض كلها. ولاحظوا الأشياء التي خلقها الله بكثرة والتي بقيت لم تنقرض، حيثما وليت تجد الدوم والطلح والسدر والخروب، تجد هذا السدر موجود في كل البلدان، وحيثما وليت وجهك تجده. النباتات التي خلق الله بكثرة في الكون هي هذه،
ولا زالت طبيعية لا تزرع، ثم لماذا لا يفكر الناس في زرعها؟ لماذا لا يزرع هذه المشاريع الجديدة؟ وأنا درست مشروع وعندي مكتب دراسات أعطاني اقتراح مشروع غادي نستثمر فيه ونربح المال وغنعمل وغنعمل وغنعمل. لماذا لا يزرع الناس الدوم؟ فيه فلوس الآن، فيه مال، الساو بالميطو الآن غالي، الخروب المغرب بداو كيزرعوا الخروب جيد، أنا القبار الآن جيد، الناس يزرعون القبار، ولكن الدوم الناس لا يزرعون الدوم، حتى أن الشخص تقول له زرع دومة يضحك، والله يضحك، ربما يضحك عليك، ربما يشتمك، تقول له زرع دومة، أنا أحمق نزرع الدوم؟ نعم، من قبل كان لا يزرع لأنه كان موجود أكثر ما خلق الله، لكن الآن الدوم ينقرض. لماذا؟ لأن استصلاح الأراضي والمكننة الآن جعلت بعض النباتات تنقرض، حتى السدر الآن اقتلعوه الآن بالجي سي بي، هذه الآلات الحافرة الآن اقتلعوا السدر، ما بقى سدر عندنا، بقى في الغابة فقط الآن، في الغابة وفي المناطق التي لا تحرث. جيد، المناطق التي لا تحرث نستغلها بهذه النباتات. لماذا؟ هذه لماذا لا يزرع؟ الآن هذا زيزفون، زيزفون في المغرب يسموه الزفزوف. الزيزفون الآن الناس كيغرسوه، هو غير تلقيم، تلقيم السدر، السدر ملقم يصبح زيزفون. نعم، لكن النبق كذلك، السدر كذلك يغرس. لماذا لا يغرس السدر؟ لماذا لا يغرس؟ لماذا لا ننتج نبق؟ لماذا ننتج موز، بطيخ؟ لماذا لا ننتج؟ هذا هو مشكلنا في مشاريعنا، الأشياء التي وجدنا عليها آباءنا وقينا عليها، يعني لا نحرك ساكن ولا نغير حتى طريقة الأكل. وجدنا آباءنا يطبخوا اللحم مع الخضر، نطبخ اللحم مع الخضر. لما أردنا أن نغير بدينا كنشوفوا اللحم وكنقليو البطاطس في الزيت. بديك جاي كحلاع معاها، هي هذه، أنا بغينا نغيرها، إحنا غيرنا في الاتجاه، يعني هذا. نتمنى هذه الفواكه، يعني تكلمت عنها مجموعة لأبين أهميتها، ولو أنني خلطتها مع شيء من الفلسفة لا بأس إن شاء الله. حاولوا ما أمكن أن تستفيدوا من هذه الفواكه إذا وجدتموها إن شاء الله في السوق، وسأعيد الوصفات التي تكلمت عنها، سأعيدها من جديد لأنكم مشتركين جدد، ودائما أرحب بالمشتركين الجدد. والحمد لله أن القناة يعني تخلصت من عدد كبير من الكهنوت، وأنا أحمد الله، يعني تقريبا 500,000 اللي خرجت من القناة ودخلت 700,000، يعني لو طرحنا 700 من 500 زادت 200,000، يعني هذا ذلك فضل الله، لأن صاحب الحقيقة صاحب الحق، فخرجت 500,000 دخلت 700,000، يعني انظروا معجزة. يعني هذا المشتركين الجدد أهلا وسهلا بهم، والمشتركين الجدد هم متنورين الحمد لله. للقناة الآن تتخلص من الكهنوت، ولا نريد أن نرى وجوههم على الكهنوت، وأنا أقول لهم لا أحبكم، أنتم كفرتم دكتور سيد، فأنا أكرهكم ولا أحبكم، فقط أنا أكرهكم، يعني ولا لا لا أكره وجوهكم، كفرتم دكتور محمد سيد، يعني فحكمتم على أنفسكم، لست أنا الظالم بل أنتم الذين ظلمتم لما كفرتم دكتور محمد فايد وما استحييتوش من كتاب الله. دكتور محمد فايد يحفظ كتاب الله وما استحييتوش، وأعماكم كهنوتيتكم أعمتكم وتخديركم خدركم الألباني وابن تيمية وما استحييتوش. أنا أحفظ كتاب الله وعندي دكتوراه، وأنا أحسن وأقوى وأعظم من ابن تيميتكم الذي لم يدخل المدرسة، ولا الألباني دخل المدرسة، ولا أسمح لنفسي أن يعلم للألباني، وأنا أعلم منه وأقوى منه ودرست أحسن منه. قضي الأمر. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.